بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، مساكم الله بالخير. الموضوع اليوم حقيقة مبعثر ومتشابه، موضوع واحد، لكن مشكلته انه مبعثر ويبي له تركيز. والأعراض متشابهة ومتشابهة مع أمراض ثانية، لكن اللي أظنه أنا اللي بنفسي إنه إن غالبية أحوال أو حالات النفوق عندنا بل بهم بالذات جاية بحد هالمشكلتين، فيبي لنا تركيز. إن قصرت العذر من الله ثم منكم. مكان الخطورة بالموضوع انه هالاعراض تقريبا متشابهه، يبي له دقه شوي. العلاج ما في علاج، لكن فيه شيء يخفف الاثار. الا انه هل يخفف الاثار؟ هذا هنا ممكن يخفف الاثار ويساعد بالشفاء، وهنا ممكن يسبب نفوق او نسرع بعمليه النفوق. فالمسألة محتاجة أكثر من مسألة إن المربي نفسه يشخص أو حتى البيطري يشخص. المسألة محتاجين إن ناخذ المصاب ونوديه للمختبر يحللنا عشان يعطينا الحالة، صح، الحالة الأكيدة عندنا الحاجة هذه ولا ما هي عندنا، لانه ممكن حتى ما تطلع بعد حتى اثنين، حتى المشكلتين هذه ما تطلع عندنا نفسها، يطلع عندنا مشكله ثانيه زي مثلا الكوكسيديا او مشاكل او حتى اكرمكم الله سهال بزياده العلف، او حتى بسبب الحر. اذا كنا بفتره الحر، حليب حار مع جو حار الله يكرمكم وسهل على طول الجسم يتدخل يبي يخفف الحرارة اللي داخلة عليه فيروح يسوي إسهال. وهذا تكلمنا عنه بموضوع ثاني أو قبل، أحد أسباب الإسهال. لكن هنا موضوعنا هالحين بأمانة خطير ودقيق شوي ويبي له تركيز. المشكلة الأولى اللي هو والمشهورة عند 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 البياطرة وعند المربين هالحين مؤخرا صاروا يكثرون الكلام عليها، وحتى تجي البيطري كنا بيوم من الأيام ما يطرون المشكلة هذه. مؤخرا صاروا أي حالة تجيهم إسهال على طول أي كولاي، سواء بالدواجن أو بالغنم، فعلى طول يروحون يحطونه على الايكولاي. لا بأس، انه هو الغالب تقريبا انه اللي حادث عندنا الايكولاي، لكن هل هو ولا لا؟ هنا الاشكال. المشكله الثانيه اللي هو الكريبتوسبيريديوم، نفس الاعراض ونفس نفس الاسباب، بس العلاج يختلف. هنا لو عالجنا تخف المشكلة، هنا لو عالجنا مات 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 ضعيف المناعة، سواء الكبيرة الهيشة الكبيرة البهيمة الكبيرة أو البهم الصغير، ضعيف المناعة يروح على طول. خلونا نمسكه بالآيكولاي أو نبدأ بالآيكولاي. الآيكولاي مشكلته حتى ما هي بالعدوى، بالمشكله الاولى او بالاصابه الاولى. الاي كولاي عباره عن مشكله تجي تدخل على الامعاء الغليظه، وكانها تعطي اشاره لمنطقه معينه بالقولون مثلا او بالقولون، تعطي اشاره لمكان معين زي المكان حق الاستشعار اللي يستشعر المشاكل اللي جايه، فيروح مكان الاستشعار هذا يروح يعطي إشارة للمخ أنه أنا عندي مشكلة، لازم نسوي عزكم الله، لازم نسوي إسهال علشان يتخلص
من اللي دخل عليه. فيروح الجسم يبدأ يسهل ويبدأ يطلب أحماض. الإشكال عندنا الحين بالبداية إنه كنا أعطينا، حنا مثلا أعطينا أوجمنتين، أعطينا أي مضادات للجسم، بالنسبة لنا نتكلم عن البهم، وضعفت الأحماض بطبيعة الحال. ضعفت أحماض الكرش، هنا صارت فرصة مناسبة إن ال... إن ال... إن ال... إن الجسم يصاب بالمشكلة هذه. فيجي تجي مشكلتنا هذه وتقول كأنه تخدع الجسم، تروح للمستشعر هذا اللي بالقولون، تقول له ترى أنا موجودة، سوى الاستنفار حق الجسم بالإسهال، فيروح الجسم يسهل. هنا الجسم طبيعي انه يسهل عشان ينظف، وهذا امر صحي الى الحين، ما الامر طبيعي، خلاص ينظف. ولو بقينا على الكلام هذا، خلال اسبوع او اسبوعين او 10 ايام ينظف الجسم ويطيب، هذا المفروض. لكن المشكله ما هي هنا، المشكله انه بهالاثناء يصير عنده جفاف، يصير عنده افراز، الكبد تفرز انزيمات زياده، المعده تبدا تفرز أحماض زيادة، ويضعف الجسم، تضعف المناعة، ما بين جفاف وما بين إفراز الكبد وما بين إفراز المعدة، وتفاقم المشكلة ويجينا من هنا النفوق. يعني ما مات من الأي كولاي، مات من المشاكل المصاحبة للأي كولاي. طيب يجي واحد من المربين يقول للشيطان علة تقتله، يقول خلاص احنا نوقف الاسهال ونخلص من الاعراض المصاحبه. لا، انت 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 بالاول افهمه وبعدين شوف انت تبي موانع الاسهال ولا لا. الجسم اصلا دخل بالاسهال علشان ينظف اللي داخل، اللي بالبطن. هذه حاله طبيعيه زي ما قلنا تو. تخيل انك جبت مانع الاسهال، شيء يوقف هالاسهال، كانك تقول لا يا المشكله اقعدي بالبطن، استفحلي. فتستفحل وتسبب مشكله بالمعده، اما توقف الاحماض، اما تسبب تورم بالكبد ويموت. يعني بـ 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 بالنتيجه اللي انت اقترحته يبي يموت، والنتيجه اللي انت اهملت به يبي يموت، بالحالتين يعني بيموت. طيب نبي نرجع لمسألة العلاج، لكن خلينا نقول أو تشخيص المرض هذا بالضبط. والتشخيص تقريبا نفسه مع المشكلة الثانية اللي هو الكريبتو، تقريبا هي نفسها، لكن فيه جزئية صغيرة نبي قدير إن شاء الله ننتبه لها. الأعراض عبارة عن مغص بالأمعاء، خمول، أشهد لا إله إلا الله، أيوة هنا الإسهال زي الماء، لكن بالآي كولاي يمكن يدخل معه دم أو يجي معه دم مع الإسهال. هنا هالنقطة هذه هي اللي تفرق عنا كلامين. الكلام الأول اللي هو اللي قلنا الكريبتو هذا، لأنه نجي لأوصافه الحين إذا تكلمنا عليه. والموضوع الثاني أو الكلام الثاني كلام البياطرة، اللي أول ما يجيهم إسهال فيه دم على طول يقول هذا طاعون، اعزل حلالك أو اعزل المريض وطعم الطاعون. طيب يا ابن حلال اصبر، يمكن في شيء ما هو شغلي، طعم طاعون وانتهينا، حتى ما يحاتيك ولا يرد عليك، وانا صارت معي ما يرد عليك، طعم الطاعون وفكر مشرك. هنا لا، الاسهال هذا زين وحاله صحيه تماما، والجسم قاعد يطهر نفسه، قاعد يعالج نفسه بنفسه بدون ما تدخل انت، لكن عندك انك تحاول تحارب الأعراض الجانبية للمشكلة هذه. يعني الجفاف تحاول توقفه، أو تعوض الجفاف. كيف تعوض الجفاف؟ تعوض الجفاف ببيبي لايت مثلا، بيبي لايت
اللي تلقاه بالصيدليه البشريه حق الوغدان، سواء عن طريق الفم بحسب الحاله، بحسب ضعف الحاله، بحسب الحاجه، اما عن طريق الفم او عن طريق الوريد، وكل الحالتين انت محتاج بيطري او دكتور يقول لك سوكيت سوكيت سوكيت، بشرط يكون بيطري واثق منه انت وثبت علمه، ثبت خبرته، خلفيته عن الموضوع، مو اي بيطري تستشيره. لو استخدمت مضادات للاسهالات، مضادات للطفيليات، مضادات البكتيريا، هنا ممكن تزيد المشكلة. ما هو نفس الايكولاي؟ لا، ممكن تزيد المشكلة اللي صارت الاعراض، يعني اللي صارت نتيجة للايكولاي، مثل بالدم، مثل بالكبد، مثل 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 مثل. فهنا ما تستخدم المضادات، بالايكولاي ما تستخدم اي مضادات، تستخدم اما مسكن او طبعا غير البيبي لايت، هذا لابد منه، لابد منه تعوض الجفاف، هذا لابد منه. لكن تستخدم مثلا اموكسيسيلين، هذه ما هو علاج، هذا تخفيف للاثار الايكولاي، يعني تساعدك، يعني زي ما تقول يد معيدك، تدفع بالموضوع للأمان، للشفاء إن شاء الله. طيب، المشكلة الثانية هو الشبيه للأيكولاي، اللي هو يقولون له الكريبتوسبوريديم. هو الأعراض مع الأيكولاي والسبب واحد أو تقريبا واحد، لكن مكانه، يعني قلنا الأيكولاي بل مع الغليظ أو بالقولون، لكن الكريبتو لا، بلمعة دقيقة. ونفس المشكلة أنه يروح يعطي للجسم إشعار أنه نبي ننظف، نفس الطريقه، نبي ننظف الجسم من اللي جانا. وفعلا يبدا الجسم بالاسهال عشان ينظف اللي داخل. بس الفرق هنا انه ممكن تدخل انت بمضادات، مضادات سواء طفيليات او البكتيريا او حسب الحاله، والدكتور هو اللي يقرر. الكريبتو علشان تميزه عن الايكولاي، الاسهال تقريبا هو نفسه، كلهن الحالين الايكولاي والكريبتو كلهن اسهال، واسهال شديد وزي الماء، لكن هذا يجي معه دم، وهذا اندر من النادر يجي معه دم، لكن يجي معه اعزكم الله مخاط، المخاط زي الاتفال مثلا تكرمون. يمكن هذا الفرق الوحيد اللي نقدر نعرف به الفرق بين هذه وهذه، يعني كاشخاص عاديين انا وانت نقدر نقول انه هذا كريبتو، او اذا يعني زي ما تقول نوجس عليه توجيس، هذا كريبتو او ايكولاي، من خلال عزكم الله الاسهال، انه يكون مصاحب بمخاط الاسهال، ان كلهن سايلات وكلهن كثار وكلهن قويات، لكن يعني مستمر، لكن هذا ابو دم، وهذا غالبا ما ابو دم، غالبا الا طبعا بحالات متقدمه شوي يمكن يصير بلمعة التهابات ويجينا دم، اقول هذا بالغالب، لكن اللي بينتبه الحلال من البدايه يبي يعرف
يبي يعرف وش الحلا بالضبط من خلال انه خالي من الدم ومصحوب بمخاط. طيب وش ممكن نستخدم بالكريبتو؟ نستخدم مع الكريبتو من العلاجات؟ طبعا نفس الكلام، مضادات الجفاف او تعوض له حاله الجفاف اللي عنده، موجود بالصيدليات اللي هو البيبي لايت. برضو الجرعه بحسب العمر وبحسب الوزن وبحسب كلام الدكتور او اللي يصف لك. مضاد الطفيليات ممكن يمشي معه، مضاد الاسهالات برضو تمشي معه. هذه يعني تقدر تعالج وتقدر تدخل بالموضوع. مشكلتنا الحين عرفنا الايكولاي وعرفنا انه وشلون يعني نتعامل معه، وعرفنا الكريبتو وشلون نتعامل معه وش الفرق بين اثنين. طيب كيف جن؟ هنا 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 نحتاج وقفة، والمربي نفسه محتاج يقف مع نفسه شوي. سبب الايكولاي والكريبتو سواء خاص عند البهم او عند الكبار، لكن خلونا نكبر شوي الحين. اذا عرفنا وش السبب بل عند البهم نبي نعرف وش اللي عند الكبار. لكن السبب طبعا هم يقولون مواقع عالمية أو حتى المواقع العربية يقولون السبب جاي من أكل أعزكم الله البراز. طيب حنا بالنسبة للمربي، لو هالحين قاعد تخيل وضع مراحك أو وضع حلالك والبهم مع أمه وألم رابضة على دمال، رابضة على عبس واجد، رابضة بالأرض، قامت عشان ترضعه، جاء الصغير يبي يرضع، مع الرضاع شرب أو لحس أو دخل بطنه مخلفات الغنم الدمال، هل لاصق على الديد او اكرمكم الله البول اللي 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 لاصق. من هنا بدت معه المشكله، سواء ايكولاي او الكريبتو كلهم بدا من هنا. طيب هنا ما يحتاج اقول الحل انت خص مكان الامهات او مكان المواليد. لابد تعتني به. اذا انت مهمل عند بقيه القطيع، هنا لا تهمل، هنا لا تهمل. تنظيف يومي، رش يومي، الشمس تدخل عليه، ممكن حتى تستخدم الغاز او النار تحرق الارض، او بشكل دوري وسريع عينك على طول على مكان الامهات. اما تحط رمل بحيث انه يبين به الحاجه على طول، تبين به ويجي العامل بس يشيل هالحاجه اللي طاحت، او انك تحط انشارات خشب تبن ما ينفع تبن، لانه هو نفسه يطلع لك مشاكل. لكن اما انشارات خشب تكون نظيفه وقدام عينك واضحه، هذه هي ما يختلف عليها اثنين، وسخ يجي العامل على طول يشيل، او رمض نفوت تحطه على الاقل عند الامهات وعند المواليد. بالحاله هذه باذن الله ان هالحاجتين ما يمرن عليك، لانه سببهن واحد وسببهن معروف. اذا عرف السبب بطل عجب. اذا عرفنا وين مشكلتنا سهل علينا ان نعالج من البدايه، عشان ما نحتاج عالج لا تعالج وروح وجيب بيبي لايت وجيب مشاكل. لا ما نبي، من البدايه نظف مراحك. طيب
هو كل الكلام هذا ترى ما هو مشكلة، كل اللي قلنا هذا ما هو مشكلة، الإشكال ما هو لا بالبكتيريا أو الطفيليات اللي جاتنا، ولا بوساخ ال ولا بوساخ الحظيرة الأمهات. المشكلة الحقيقية إن الإصابة صارت والجسم قام بشغله صح ونظف، وانت قمت بجسمه آسف، انت قمت بشغلك صح وعطيت بيبي لايت بحالة الايكون لاي، عطيت المضادات اللي تخفف الأعراض بالكريبتو، انت اشتغلت شغل صح. لكن المشكلة بدت من 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 الإسهال، ما هي انتهت، بدت لا بأس انها انتهت بل 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 خلينا نقول بالصغير اللي أصيب بأول مرة، هذه بدت وانتهت خلاص قضينا، لكن بدت عندك انت كمشكلة بالمراحل. اللي صار الإسهال نزل، ونزل معه المشكلة اللي بالبطن، الطفيل اللي بالبطن اللي بلمعه، نزل بالأرض، سواء نزل على الماء وجانا الغنم شربة منه، أو نزل بالأرض ولم ربضت بالأرض ولصق بديده، أو بحالة من الأحوال وصل لفم الصغير، سواء على الديد عن طريق الديد أو عن طريق شرب الماء أو عن طريق العلف. وراعي الحلال يعرف وش 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 ممكن تكون الطريقة أو الأسلوب اللي وصل لفم الصغير أو لفم البهيمة أو الأسلوب اللي اتخذه الطفيلي من نزل من البطن لما وصل للفم، سواء بالعلاف أو بالأرضيات أو بالمساقي. فأنت هنا تروح تعالج تقول أنا خلاص انتهيت، لا، أنت بدت معك المشكلة، المفروض صارت عندك المشكلة، أول شيء تعزل. الشيء الثاني تروح للأرضية اللي صارت به الإصابة، تحرق أحراق كامل أو تطلع منها الحلال وتغير أرضيته وتدخل عليها الشمس وتدفنه من جديد، أو تحط رمل، طبعا رمل نفود، أو تحط إنشارة، لكن الأرض لازم تطهر، اللي صارت به الإصابة هذه لازم تطهر. أي حاجة عندك بهضل لازم تدخل عليه الشمس، أي حاجة عندك به رطوبة لازم، مثلا أضرب مثال مسقى الماء، هذا بالوضع الطبيعي اللي كل أحد يعني تصير عنده، المسقى اللي تحته مظل، إذا كان خلنا نقول اللي هو البرميل هذا تحته يصير ظل ورطوبة، هذا مكان مناسب جدا 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 للمشاكل، كل المشاكل تقتربه، تجينا الكوكسيدة، تجينا الايكولاي، يجينا الكريبتو، يجينا البعوض، يجينا الذباب أكرمكم الله اللي ينقل الأمراض من مرح ثاني. المكان هذا لازم يطهر، اللي تحت المسقى هذا الرطوبة هذه لازم يطهر. طيب، قلنا انه المشكلة بدت معنا من الإسهالات. منبع المشاكل يجينا من مكان مكتوم، ما بو هواء، ما بو شمس، بو رطوبة، بو أنفاس كثيرة، وهذه طبيعية جدا، المكان هذا طبيعي جدا عند المربي، تلقاه يقول أنا بدفي حلالي، أنا بيصير دافي خاص وقت البرد، أنا ما بيتجيه الهبايب القوية، أنا بحطه بمكان محفوظ وكذا، صح، هذا كله صح. لكن مشكلتنا كلنا كمربين إن خلاص هذا مكان محمي وقضينا وصلى الله وبارك، لا تنظيف، لا ندخل عليه شمس، لا نحط غرفة بديلة،
وخلاص هذا المكان حق الاولاد، وخلهن يا لدن ينزل بها السلا، ينزل بها الدم، ينزل بها الامراض، ينزل بها العبس، تجمع بها ريحه اليوريا، الغازات اللي طالعه، كل هذا ما يهم. انا عندي غرفه مضمونه والحمد لله والشكر ولا يكثر. هو جيتك المشكله من الغرفه المضمونه هذه، انت لو خليته بالهواء بالبر كانت مستمر على حالتك هذه، لو انت مخليه بالهواء ابرك له. طيب حاجه ثانيه، حاجه مهمه او ضروريه العموم الحلال وخاصه الامهات، اللي يسمونه الحمام الترابي. الحين انا والثاني والثالث وانت والرابع كلنا نعرف انه خاصه المرحله المستديمه اللي خلينا نقول بالحوشه بالاستراحات وكذا، تلقاه يفرح اذا تسمتت الارض، يروح يحط اجلكم الله تبن ويخلي الغنم يمشن عليه شوي، وبعدين يرشوه بماء علشان تصلب الارض. ليش؟ عشان يجي العامل بس يكنس كنيس، وهذا مو صحيح. الحيوانات كلها بشكل عام محتاجه الحمام ترابي، او اللي احنا نقوله تمرغ، يتمرغون بالغبار. هذول يذبحون القمر، يذبحون الطفيليات اللي عليهم، يذبحون البكتيريا اللي تجيهم، امور كثيره يتخلصون منها بتمرغ هذا. رح حاول تغسل الاخوان حقين الخيول، هذه يعرفونها زين ويتاذون منها بعد. غسل الفرس وخلاه مباشرة تنطلق للتراب وتقعد تمرغ بالتراب، ما تبي هالنظاف. انت بالنسبة لك النظاف زين، لكن بالنسبة لهم هم لا، هم يبون هالتراب ينفعهم يذبح الطفيليات اللي عليهم. فعلى كل حال التنظيف، التهوية، الحمام الترابي او الغبار او التمرغ، هذا لابد منه، لابد منه. تحط رمل ما يبكي، ما الرمل هذا بس لنظافة المكان، لكن طلع علم خلت تمرغ، طلع المكان غبار، اللي انت فرحت به هذا صبت الارض اللي انصبت هذه وقمت تكنس او تقول العامل بس يكنس كنيس، لا هذه ما تنفع، طلع الغبار خليه يتمرغ. بقى كلمة أخيرة الكلام اللي انا قلته، او الصيدلي اللي او البيطري اللي رحت لمه وقال لك ان هذا طاعون، او قال لك ان هذا ايكولاي، او قال لك هذا كريبتو، او انت بحسب الكلام اللي سمعته او رحت بحثت بالانترنت ولقيته، خلينا نقول والله الصفات اللي ظهرت قدامي هذه صفات كريبتو، هذه صفات ايكولاي، هذا طاعون، هذا كوكسيديا، هذا كله على الأقل لا تنسب الكلام لي. أنا أقول ما يثبت الشيء ولا تبدأ تعالج، ما تبدأ تعالج إلا أنت محلل وطالع معك نتيجة بالتحليل إن المشكلة اللي عندك الكريبتو أو الأيكولاي أو الكوبسيديا، هنا أبدأ عالج. لأنه ممكن تدخل توهم، أو غالبية الأعراض اللي ظهرت قدامك هي أعراض مرض معين، فتروح تعالجه بعلاج. العلاج هذا لو كان تشخيصك خطأ وطلع المرض الفلاني، العلاج هذا مضاد للمرض هذاك، فيتضاد ويتسبب أنت بنفسك تسبب النفوق عندك بحلالك، زي ما قلنا بالنسبة للآيكولاي والكريبتو. الكريبتو يعالج والايكولاي ما يعالج، ممكن يعالج والايكولاي ما يعالج، او هذا ممكن نستخدم به مضادات الاسهالات اللي هو الكريبتو، والايكولاي لو استخدمنا به مضاد الاسهالات ذبحناه، كاننا حبسنا الجسم، قلنا ما تطلع اللي بك، لازم تموت انت بكالك. فما فيه مساله انه والله هذا يظهر لي انه هالحاله، يظهر لي انه هالحال، لا ما في يظهر لي. خذ الصغير حتى لو مات، خذوه خلال ساعه ونص ساعه،
ودوه للمختبر خلاهم يشرحونه، لو حصل قبل ما يموت انك تاخذ من 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 الدمال، او تاخذ تسحب من الدم اذا تعرف توديه للدكتور، او تجيب الدكتور نفسه تخليه يسحب عينه من الدم ويحللها لك ويعطيك النتيجه الصح عشان تمشي صح. انا ما اعرف ارتب للموضوع. المعلومات اللي تجمع براسي او الحاجات اللي انا اجربها وتمشي معي اجي واقولها. يمكن الكلام ما هو مرتب، لكن اعذرونا وسامحونا على القصور. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.